مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، وبنلتقي مع حضراتكم في الفقره الاخيره من حلقتنا النهارده. وزي ما قلت حضراتكم هنتكلم عن الملكه حتشبسوت، هنعرف تفاصيل عنها اكتر. خلونا اقول لكم ان الملكه حتشبسوت هي من اعظم ملكات العصر الفرعوني، وتنتمي للاسره التاسعه عشر. حكمت مصر بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثاني، وكانت امرأة قوية شجاعة حكمت مصر بكل قوة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الملكة حتشبسوت، نعرف التاريخ عنها أكتر. بيسعدنا وبيشارك معانا في هذا الموضوع يكلمنا عن الملكة حتشبسوت أكتر معانا الأستاذ الدكتور خالد غريب، أستاذ ورئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة. ألو، صباح الخير دكتور. دكتور صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور، مشرفنا ومنورنا. لا شرف ليا، ربنا يخليك، وكل سنه ومصر كلها سعيده بخير يا رب. يا رب كل سنه وحياتك بالف خير يا رب. طيب ميرسي، ربنا يعزك يا رب. الحقيقه طبعا يا دكتور احنا دايما يعني بيكون معانا في برنامجنا ان احنا بنحاول نقدم لمشاهدينا يعني جرعه كده سياحيه او من الاثار او من التاريخ. فحابين النهارده ان احنا يعني حضرتك توضح لنا اكتر عن تاريخ الملكه حتشبسوت. فحابين حضرتك يعني قبل ما نتكلم عنها حدثنا عن المراه في العصر الفرعوني في الاول. لم تعطي الحضاره في اي دولة في الدنيا ما أعطته الحضارة المصرية للمرأة. المرأة في مصر القديمة هي ست، هو ست بالمناسبة لغاية النهاردة، ست الستات. فالمرأة هي ست، وهي الحمى أو الحرمة، وكلمة حرمة مش كلمة وحشة بالمناسبة، كلمة حمة البيت حرمته، يعني المكان اللي محمي في البيت، المكان الحلو اللي في البيت، المكان اللي محدش يطلع على أهله في البيت. مظبوط. المصري القديم اعطى للمراه كل مكانه. هي بالنسبه لجوزها كانت ايه؟ كانت ست الدار، كانت مرت بالهيروغليفي، بس عشان بعض الناس بيفهمها انها نوع من انواع التبر. مرت يعني حبيبه. هي اخته، هي كل حاجه له. الحضاره المصريه ادت للمراه صديقي العزيز احقيه ان تورث. الست كانت بتورث في الحضاره المصريه. اذا فالحضاره المصريه اعطت للمراه الكثير جدا مما لم تمنعه حضارات. الكتب السماويه بعد كده والاديان ابتدت تدي للمراه هذا الحق، لكن لو اتكلمنا على الحضارات او الديانات الوضعيه والحضاره المصريه ما قدمته للمراه، المراه لعبت دور رهيب. المراه احمس الاول لما الهكسوس خرجوا من مصر اول حاجه عملها انه اعترف بدور امه وجدته. كان ليها مكانه كبيره زمان يا دكتور. بقول لحضرتك كانت يعني هي ست الدار، نبت بر. المصري كان كده لما يتكلم، ست الدار، حبيبته، اخته، زوجته، يعني دايما التعبيرات الجميله اللي كان يقولها الانسان يقولها على المراه كنوع من الهيام ونوع من الاعتراف. ايزيس هي رمز للمراه. اول تمثال في الحضاره المصريه مثل في عصور ما قبل التاريخ. اول تمثال عملناه في الحضاره المصريه عملناه على شكل واحده ست. اذا ربه الامومه، لان عرفنا بان قيام الحضارة وقيام الدنيا لن يأتي إلا من مرأة تنجب وتأتي لتستمر الدنيا. ده كان فكر المصري القديم عن المرأة ومكانتها وعظمتها. هذه المرأة استمرت طوال التاريخ تلعب هذا الدور، حتى لما وصلنا في العصر اليوناني الروماني، وصلنا في العصر البطلمي في نهاية إلى الملكة كليوباترا. كليوباترا لم تكن مصرية الأصل. كليوباترا أصلا بنت من سلالة السلوقيين من أيام بطلميوس الخامس لما تزوج من السلوقيين اللي هم في سوريا ودخل، لكن كليوباترا ظلت تحمل الجينات المصرية. وعلشان كده لما نيجي لغاية النهاردة ونقول فين أب كليوباترا، مش موجود، لأن الرومان عايزين ينكلوا بيها. المصري حافظ على ملكته وهي امرأة، وحافظ عليها كثيرا ضد أي شخص ممكن أنه يقترب إليها. تمام. يعني حضرتك انا بشكرك طبعا انك اديتنا نبذه صغيره جدا على المراه في العصر الفرعوني. طيب لو انتقلنا بقى للملكه حتشبسوت وطبعا مكانتها وكده، بس حابين يعني في الاول الناس تسمع الملكه حتشبسوت لكن ممكن ما تعرفش المعنى للاسم، فبرضه حضرتك يعني وضح لنا المعنى الاسم يعني قبل يعني ما ندخل في تفاصيل التاريخ بتاعها.
حتشبسوت هي ابنة تحتمس الأول من زوجته أحمس. أحمس ده الأم. أحمس ده بالمناسبة زي عصمت وعفت عندنا دلوقتي، راجل وست. يحمس ولد القمر. خلفت حتشبسوت اسمها بالكامل خنمة إيمن حتشبسوت، ده بالهيروغليفي يعني صفية آمون في مقدمة النبيلات اللي قدام السيدات المحترمات النبيلات. صفية النبيلات المقربة من آمون، حاجة كده يعني شياكة. حتشبسوت البنت من الزوجة الرئيسية في الأسرة ال 18، يمكن بس حضرتك في التعليل أول قلت 19، أعتقد هي بس من سرعة الكلام، لكن هي أسرة 18، ودي الأسرة اللي مصر عملت فيها إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس في الأسرة دي. حتشبسوت بعد موت أبوها لم يكن زوجته الرئيسية أحمس أنجبت إلا البنت دي. القانون المصري القديم كان بيقول إيه؟ بص بقى من مكانة المرأة كمان، لو عايزين نعترف بالمكانة. قال إيه؟ قال إن حتشبسوت لو إن الزوجة الرئيسية لم تنجب إلا بنت وأحد الزوجات الثانويات أنجبت ولد والولد ده عاوز يبقى ملك، طب يحصل إيه؟ يتجوز من أخته حاملة الدم، لأن العرش والدم ينتقل عن طريق الأنثى. شوف المكانة اللي اديتها لها كمان الحضارة المصرية. فحتشبسوت اتجوزت من تحتمس الثاني. جوازها من تحتمس الثاني كان بمثابة شيء مهم ليه عشان يضمن شرعية حكمه. عشان الناس تعترف ان ده ملك، يبقى حتشبسوت تتجوزه. حتشبسوت انجبت له بنتين، عمل حملة لطيفة للنوبة، عمل شوية مناظر بسيطة في الكرنك، ثم مات. قبل موته الحقيقة حتشبسوت كانت شخصية قوية، شخصية قوية جدا. عشان كده يبدو انها كانت حريصة انها تاخد الحكم تبقى ملكة على مصر. فعمل ايه هو؟ عمل مرسوم ملكي قبل موته بان ابنه من احد زوجاته الثانويات اسمها ايزيس يتولى الحكم بعد. ده اعظم ملك في تاريخ مصر اللي هو تحتمس ثلاثة. هل هنا حتشبسوت عملت لا او صوتت؟ حتشبسوت قبلت الامر الواقع واخذت الولد وجوزته بنتها. جوزته بنتها واصبح الولد ده اللي عنده 7-8 سنين بيتربى في القصر وبيقوم كملك على ان تدير حتشبسوت شؤون البلاد. وفي كل مناظر حتشبسوت اللي اتصورت في المعابد كانت حتشبسوت بيجي معاها تحتمس الثاني، موجود معاها مصور بجانبها. تمام. ليه؟ البعض يقول لك ده عذبته، ده ضربته، ده سجن. لا يا حبيبي، ده هي معاها. المصري ما كانش، هي بالعكس هي يهمها في البدايه والنهايه مصر. طيب انا بأدير شؤون البلاد، قدامي طريقتين، اما ان انا امشي الورق ورايح وجاي، واما ان البلد دي لازم تستمر قويه. عملت ايه حتشبسوت؟ نزلة بعتت حملة بقيادة أحد كبار ضباط الجيش بتوعها، حملة لإحضار منتجات من بلاد بونت. بونت اللي البعض يقول الصومال والبعض يقول اليمن، دي قصة طويلة، لأن غالبا اللي هي الصومال ولا هي اليمن، هي منطقة جنوب البحر الأحمر. تمام. شوف هنا بقى حاجتين عايز ألفت النظر ليهم. أطلع. أولا اللي يطلع الصبح كده على الصبح يقول لك أصل الجيش يحارب بس، ليه يا حبيبي؟ ده من ايام الفراعنه اهي، الست بعت الجيش عشان يجيب منتجات وخيرات للبلد. تمام. اتنين، ان الجيش وهو نازل مش جيش محارب ولا جيش يغزو، ده جيش رايح معاه هدايا، بيقول للراجل حاكم بون اتفضل يا مولانا الهدايا بتاعتنا عايزين بيها تجاره. وجابت التجاره المصر، جابت البخور واللبان والمر والصبر وانعاش الاقتصاد مصر. تمام. حتشبسوت دخلت في الجبل وبنت لنفسها معبد جميل، هو معبد الدير البحري. عملت المعبد بكل فخامة على طواب ومجدت الآلهة، وجت قالت انتوا بتقولوا ان انا يمكن بعض الناس بيعرضوا ان انا احكم، طيب راحت مصورة على جدران المعبد منظر وحدوتة لطيفة بديعة. قالت فيها ايه حتشبسوت؟ قالت ان الاله امون اله مصر الاكبر كان نفسه يبقى عنده ولد، فراح يطلب من الآلهة يقول لهم جيبوا لي ولد من البشر، فاختاروا له أم حتشبسوت، الحدوت أو الأسطور، أم حتشبسوت تتزوجه. الزواج هنا هو عبارة عن إيه؟ إن الإله يمسك أنفها، التلامس، الحاجة البسيطة، مش المعاشرة. فحملت وأنجبت حتشبسوت. شوف بقى مين اللي بيشكلها، إله على هيئة الخروف كده، آسف في التعبير، على هيئة الكف. عارف اسمه إيه حضرتك؟ اسمه غنم. الأجانب بنطقوه خنم بالخاء، لكن هو غنم. عارف من غنم دي جت كلمة إيه؟ الغنم بالعربي دلوقتي أو تمام.
يشكل، عارف ده بيعمل الطفل عليه على عجله فخار، يشكله بالصلصال وبعد كده يبص فيه الروح وخده امون. فحتشبسوت قالت ثانيه واحده، انتوا جايين تقولوا ان انا وناس بتعرفني، ده انا بنت امون مش بنت واحد من البشر. وحكمت حتشبسوت مصر 22 عام بقوه، مثلت على هيئه الرجل. مصر عاشت فتره قويه جدا من حكمها. وبعد موت حتشبسوت او اختفائها جيت حكمه الثالث وتولى الحكم. طيب حكمه الثالث هنا لو ان هي زي ما قالوا لنا خدته حتشبسوت ورميته في السجن، تعرف حضرتك ايه اللي حصل في السنه 23؟ يعني حتشبسوت 22 سنه، سنه 23 بعدها بسنه. اللي حصل ان حتشبسوت الثالث جاله خبر ان في 330 امير بيتجمعوا، قبائل بتتجمع عشان تحارب مصر. تمام. انا دلوقتي راجل، حضرتك اخدتني رميتني في السجن وبعدني تماما ومش عارف اي حاجه، وحضرتك ابتعدت لاي سبب، تاني يوم مخرج هل اقدر اعمل مشروع كبير؟ لا مستحيل. تحط مسخره وعمل حمله ومشي في تقرير حربي، تقرير حربي يعد نموذج للدراسات العسكريه في العالم حتى الان، وهو نظام الخدعه العسكريه اللي عمله تحتمس الثاني. انا اسف ان انا اطلت ودخلت في الموضوع. لا لا لا, لا بالعكس، احنا بن بن بنعرف يعني تفاصيل جميله يعني. ده حضرتك اتفضل. فهنا حتشبسوت اذن هي سيده من اروع السيدات. هقول حاجه لطيفه كمان، حتشبسوت هنا كانت زوجة تحتمس الثاني اللي هو ابو تحتمس الثالث من زوجته الثانية. فإذا هي بالنسبة لتحتمس الثالث كانت مين؟ كانت مرات أبوه. تمام. وفي نفس الوقت أبوه اتجوزها. بص الحضارة المصرية الطرافة اللي فيها واللعبكة اللطيفة اللي احنا بنعيش عليها. وفي نفس الوقت هي أخت أبوه، هي عمته. تمام. والحاجة الثالثة إن جوزته بنتها لما وصل للحكم فبقت حماته. يعني حتشبسوت لتحتمس الثالث تخيل كانت ثلاث حاجات، عمته ومرات أبوه وحماته. بعد ما حتشبسوت اختفت لقينا في قبر في وادي الملوك، ولقينا في قبر في البر الغربي للأقصر في حته اسمها سكه طائد زايد. حتشبسوت هنا بعض الناس يقول لك ده اتقطعت جثتها، ده اترمت، ده تحط الكلام ده ما حصلش. حتشبسوت كرمت واتدفنت في مقبره، ولكن يبدو انها ما اتدفنتش في مقبره ملكيه، لان دفنها في مقبره ملكيه اعتراف بانها كانت ملكه، وده يبدو اللي مرحبش بيه البلاط حوالين تحتمس الثالث. تمام. وفي قصه لطيفه ان احد المومياوات اللي لقيناها في 2009 والدرس اللي كان ناقص وركبنا الدرس وقالوا ان دي قد تكون موميه الملكه حتشبسوت، حتى ان البعض لقاها بدون شعر وقالوا ان ربما تكون ماتت بالكانسر، ودي دخلنا بقى في شريحه ثانيه. هل معنى موتها بالكانسر معناها ان هي كانت بتاخد دواء كيماوي والمصري عرف العلاج الكيماوي لهذا الامر؟ الله اعلم. لكن حتشبسوت بالنسبه لنا شخصيه من الشخصيات التي اثرت في الحضاره المصريه تاثيرا رائعا. هقول لحضرتك حاجه تانية، المصري القديم كان سيء الحظ مع النساء الحاكمات. يعني في الاسره الاولى عندي مريت نيت حكمت وانتهت الاسره، في الاسره الرابعه خلكاوس حكمت وانتهت الاسره، في الاسره السادسه نيت كرت حكمت وانتهت الاسره، في الأسرة الـ 12 سبك نسيرو حكمت وانتهت الأسرة. حتشبسوت الوحيدة اللي لما حكمت اكتملت الأسرة. حتشبسوت أكرمت الإله أمون وأكرمت الآلهة بأن عملت عيد الأوبت وعملت مقاصيل لأمون. إذا حتشبسوت أقامت جزء واستكمرار لكيان الدولة. كنت أقدر إن بعد ما أبوها تحتمس الأول، وده الفخر الكبير اللي لازم كل أولادنا يسمعوه في كل حتة، تحتمس الأول أبو حتشبسوت قال في لوحة على نهر الفرات حدود مصر من قرن الأرض إلى المياه المعكوسة. قرن الأرض اللي هي الجندل الرابع على بعد جبل البركر كده وحضرتك داخل على السودان، المياه المعكوسة اللي هي نهر الفرات. تخيل ملك في الأسرة 18 الفرعونية 1500 وشوية أو 1600 وشوية بيكلمني على بلد بتمتد من السودان للعراق. حتشبسوت في ال 22 سنه اللي كانت ملكه على مصر حافظت على ده، وحافظت على ده كويس قوي، والفريم او الاطار القوه بتاع مصر استمرت حتشبسوت محافظه عليه. فهي دره النساء المصريات ان صح التعبير.
تمام. طيب خلينا ننتقل لنقطة أخرى دكتور، وهو طبعا يعني دور الملكة حتشبسوت في توريث العرش. يعني برضو حابين يعني نوضح لمشاهدينا النقطة دي كانت إزاي، وخصوصا كانت الناس بتفكر إزاي أو الملكات بتفكر إزاي في الماضي يعني في التاريخ. بدي أقول لحضرتك، حتشبسوت فوجئت بعد موت جوزها تحتمس الثاني بمرسوم ان الولد هو اللي هيتولى الحكم، الولد طفل صغير. فمش هيقدر يدير يعني دفه البلاد مش هيقدر. سهل قوي حاجه من اثنين، ان انا اقتل الولد ده. مش كده؟ ده سهل جدا. الولد ده يتقتل واخلص من وجع القلب. اثنين، ابعده او اسجنه. دي كلها امور في ايدي، وهقول الكهنه يدخلوا والدنيا تمشي والموضوع هيعدي. حتشبسوت عملت ايه؟ في المقصوره الحمراء بتاعتها اللي في الكرنك وفي الدير البحري وفي غيره من الاثار صورت تحتمس الثالث معاها، صورته كملك وجوزته البنت بنتها اللي هي نفر رع، بعد كده جوزته مديت رع اللي هي حتشبسوت الثانيه اللي هي غالبا خلفت له ابنه اللي هيجي بعديها على الكون. وبدات حتشبسوت اخذت الولد ودته مدرسه حربيه عسكريه يتعلم اصول القياده والحكم. لما وصلت حتشبسوت لمرحله ان الولد بقى كويس جدا وهي ماتت او اختفت، وكان بيساعدها مجموعه في شخصين مهمين قوي كانوا معاها، والشخصين دول كانوا الغاز، ولكن كانوا شخصيات قويه تقدر انها تساعد البلد تقف. سنموت المهندس بتاعها، وده اللي بنى لها معبد الدير البحري، وبانحسي ضابط الجيش اللي راح بونت يجيب لنا الهدايا من هناك. تمام. حتشبسوت في نهاية حكمها وبمنتهى الهدوء انتقل العرش بشكل سلمي. لقينا العرش. اذا حتشبسوت لا عملت دوشة ولا لا مش هسيب الحكم، سواء بقى ماتت سواء اختفت، ولكن عملية الانتقال للحكم مفيش مصدر بيقول لي الامور كانت مكلكعة او في خبط، لا بالعكس الامور مشيت سلسة جدا، ستيبل زي ما بنقول، شكل هادي، ان يجي تحتمس الثالث ملك قوي يكمل المسيره. طيب تمام. في حد دلوقتي هيسال يقول لك بس ثانيه واحده يا خالد، انت بتقول كده، طب ايه رايك في ان شكل حتشبسوت بيتنسح من على الاثار، وتماثيل حتشبسوت واثارها بتدفن في معبد الدير البحري؟ الكلام ده وفقا للنصوص حصل امتى؟ حصل في السنه 43 من حكم تحتمس الثالث، يعني بعد 20 سنه. نشأت انا دلوقتي، حضرتك اخذت مكانك في مكاني، وبعدين حضرتك جه اول حاجه حضرتك بتيجي بعد ما خالد يمشي بتشيل الحاجه بتاعت خالد، ده طبيعي. تمام. وبتمحو لان خالد اخذ حقك. ايوه. لكن هل حضرتك هتستنى 20 سنه في وظيفتك وفي مكان وبعد ال 20 سنه تقول هتقولي حاجه خالد اشيلها؟ في الغالب ده بيبقى اعازات من الكهنه في مراحل متاخره، ولكن حتشبسوت نقلت الحكم بشكل سلس، بشكل محترم، بشكل ضمن ان تظل، ما حصلش مشاكل ساعتها، تظل مصر قويه. تظل مصر قويه. حتشبسوت لو لم تربي هذا الولد وتنقل اليه الحكم بشكل كويس جدا، كانت مصر هتقابل كارثه، وهي ان الامراء بتوع مجد وقادش وسوريا دي كلها، الساحل السوري ده كله ضدي، كانت مصر هتقابل كارثه كبيره لو لم يكن هذا الولد اللي هو تحتمس الثالث الاعظم ملك انجبته مصر في تاريخها، لو لم يكن مدرب ومؤهل للحكم تأهيلا رائعا لما أمكن له الانتصار. تحتمس الثالث طلع على غزة، غزة اللي هو قطاع غزة المصري، وهناك قعد وسأل القادة بتوعه عشان نشوف الفكر العسكري اللي اتربى عليه واللي حتشبسوت لها دور. سأل القادة بتوعه أنا عايز أطلع مجده، أطلع إزاي؟ قالوا له في ثلاث طرق، طريق واسع أهو وطريق واسع أهو وفي طريق ضيق بيلف. حضرتك دلوقتي أنا وحضرتك رايحين مشوار بالعربية. تمام. وبقول لحضرتك قدامنا عشان نوصل لمصر الجديده ان انا اخد الخليفه المامون مثلا من عند الكاتدرائيه، اكمل لغايه ميدان العباسيه الخليفه المامون، ولا اخد بن صلاح سالم، ولا اخد طريق من ورا خالص والف من بعيد. تمام. حضرتك بتقول لي يا عم ما الطريقين الواسعين هم ايه اللي يخلينا ناخد الطريق الضيق اللي من ورا؟ ايوه. بس الطريق الضيق اللي من ورا في حاجتين، هيوصلني اسرع، ونمرة اتنين هيعمل مفاجأة للي منتظرني هناك. ما كان تخطيط يعني فكري يعني. ده بالظبط. بقول لحضرتك لو انا مش متربي عسكريا صح ما كنتش مشيت على الطريق ده. تحتمس الثالث قال لهم لقد فكرتم بعقل عدوي في اختيار الطرق الفسيحة الوسط، انا همشي من الطريق الضيق، هلف من ورا
وفاجئ عدوي، لو لم تكن حتشبسوت قد نقلت اليه العرش بشكل سلمي وهادي. تحطه في الثالث كان بيطلع يجيب هدايا، بيكتب حروبه، بيكتب كل شيء. ترك لحتشبسوت مسلتها الكبيره اللي في الكرنك، ترك المقاصير اللي عملت، ترك الحاجات بتاعتها كلها دون ان يحرك ساكنا كده. تمام، يعني زي ما حضرتك اوضحت، واحنا دايما يعني بنقول يعني احنا بناخد بس الـ بعض النبذات الصغيره زي ما حضرتك اوضحت لنا كده، ولكن طبعا احنا بنشجع الناس انها دايما تقرا في التاريخ الفرعوني، ودايما يكون عندها الخبره الجميله دي زي ما حضرتك طبعا يعني مليء بالخبرات الجميله، ودايما العصور اللي قبل كده بناخد منها الحاجات اللي نقدر نستفيد منها في المستقبل بعد كده، ونفهم الدنيا كانت ماشية ازاي. احنا طبعا يعني للأسف وقتنا خلص يا دكتور، ولكن فعلا بنشكر وقت حضرتك طبعا لحضرتك يعني اديتهن، وكمان بنشكر على المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا. واحنا طبعا بنقول لمشاهدينا اذا كنا بس قلنا بعض الحاجات الصغيرة، ولكن استرجعوا التاريخ وهتلاقوا يعني حاجات جميلة برضو تستفادوا منها اكتر. واحنا دايما بنحاول ان احنا يبقى عندنا نتكلم عن العصور الفرعونية وعن الاثار بشكل كامل طبعا في برنامجنا. انا بشكرك جدا يا دكتور خالد على وقت حضرتك، وان شاء الله كده يعني الازمه دي تعدي على خير، ونلتقي مع حضرتك في الاستوديو يا رب ان شاء الله، ويعني نتناقش برضو في بعض العصور الجميله، وحضرتك تفيدنا بهذه المعلومات القيمه اللي حضرتك يعني بتقولها لنا دايما. شكرا. انا بشكرك جدا الاستاذ الدكتور خالد غريب، استاذ ورئيس قسم الاثار اليونانيه والرومانيه بكليه الاثار جامعه القاهره. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح مي. قبل ما اختم يعني بقول لحضراتكم دايما احنا في هذه الظروف وفي الايام دي ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه لكل مواطن. المواطن هو مسؤول نفسه في الفتره دي علشان خاطر يحافظ على نفسه، كمان على اسرته اللي موجوده في البيت، وعلى كل الناس اللي بيتعامل معاهم بشكل يومي، فلازم نلتزم بهذه الاجراءات. مشاهدينا بكره ان شاء الله مع صباح مي جديد، واشوفكم على خير وصباح الخير.